اليوم صراحة اختارينا نتحدثوا على مرض اللي قليل في تنهضروا عليه، يمكن عند البعض مجهول، يمكن السبب دياله حتى هو يمكن مجهول، ولكن غادي نحاولوا نفتشوا نعطيكم معلومات مهمة جدا حول موضوع التهاب المفاصل عند الأطفال. شو هي الاختلاف دياله والخصوصية دياله بالنسبة للكبار ولا بالنسبة للأطفال الصغار؟ علاش كيصيب الأطفال الصغار؟ أسبابه، بالتالي شكون هو الطفل اللي غادي يكون معرض لهذا المرض، علاماته، أعراضه، عدد من الأسئلة موجهة للأسرة. سادة ميكو هي محضرة معنا اليوم لتنشكرها مرة أخرى على الالتزام ديالها وعلى الحضور معنا باش تعطينا فكرة لهذا الموضوع، وأيضاً احنا هنا باش نسمعوا آراءكم، نسمعوا أي حاجة بغيتوا تعرفوها حول هذا المشكل من خلال الأرقامنا اللي تنعاود نذكرها 05-22-30-30-00 أو رقم تاني اللي هو 05-22-31-33-33. وسادة ميكو مرحبا بك، صباح النور. صباح الخير وشكرا لإذاعة ام اف ام على الاستضافة في برنامجها الناجح للا فاطمة. مرحبا بك دكتور. اكيد استاذة ميكو انت معروفة وغنية على التعريف ما شاء الله وكبتي اجيال، وحنا اليوم تنستفدو من الخبرة ديالك حول هذا الموضوع التهاب المفاصل عند الاطفال. كاين شي وعي، كاين شي فكرة على هذا المرض؟ الوالدين عارفينه ولا تكتفاجئ انه التهاب المفاصل عند الاطفال؟ هو امراض المفاصل بصفة عامة كتصيب بزاف الدراري الصغار، وهذا الداء اللي يشتكي منه بعض الاطفال اللي حيت عنده اعراض كثيره واسباب متعدده ما يمكنش نتكلم عليها في ظرف 20 دقيقه، ولكن غنتكلم على التهاب المفاصل اللي هو تيتسمى روماتيزم كرونيك انفلاماتوار. هاد ان الناس يسحبهم الروماتيز كان عند الكبار صح، اخ الروماتيز كاين حتى عند الدراري الصغار، خصهم يعرفوا هاد القضيه هادي. وهذا التهاب المفاصل تيعطي الام في المفاصل اللي تيشتكي منها الدراري الصغار ملي تيكونوا ناعسين في الليل، تيفيق في الليل وتيتشكى وتيبدا يبكي لان كيضروه المفاصل ديالو، وبعد النوبات ملي تيفيق ملي تيكون في وقت الراحه تيجي من المدرسه مع الخمسه العشيه او السته تيكون جالس والالم تيبدا. اذا هذا الالم ماشي ملي تيعمل شي مجهود او تيسبق او تيعمل رياضه، بس يكون مرتاح، يعني هذا تيقلق الاسره ديالو تتقلق من هذا من هاد. وبعض المرات الاسره ما تديش الغايه لهذا الشيء، تيجي حتى كتجي عندنا العياده تنسولو تتقول لك لا الام انا ما عمو ما قال لي شي حاجه. تيفيق في الليل تيبقى يتالم تيعاود ينعس حالته. هذا الالم تيمكن لها تصيب جميع المفاصل سواء الكتف او المرفق او اليد او الاصابع كذلك، بس يصير صعوبه باش يكسب. الاستاذ تيستدعي الام والاب وتيقول لهم ولدكم ولا بنتكم ما تيقدش يكسب في القسم ديالو. وكذلك يتم كله يقيس العمود الفقري الكوعين في بعض الاحيان. واللي كنشير له واللي مهم بزاف هو ان ملي تيفيق من النعاس في الصباح تيصبح مشكرف. هاد لو تاخد مشكرف خص الاباء يعرفوه والامهات، لان شي مشكرف تيفيق ما تيقدش يلبس حوايجو او ينظف سنانو، تيفيق ديك الالم تيتجهد في الصباح وتيبقى واحد بعد دقائق حتى الساعه حتى ساعتين المكانه، وعاد تيسترجع الحركه ديال المفاصل ديالو. هاد التشكريف هذا مهم باش الواحد يعرفه. وحاجه واحده اخرى، هاد الالم تتعطي صعوبه في بعض المرات في المشي، تيكون تيمشي واحد بعد ربع ساعه ولا ساعه صافي توقف، تيقول الام ديالو هزني انا ما خليش نتوقف. وبعد النوبات في الدروج يجي يطلع في الدروج، كان دروج في المدرسه ولا لا يهز المحفظه ديالو، هادشي كله تيسبب له الام كثيره. والوالدين تيتقلقوا بزاف وشو تيقولوا مع راسهم، تيقولوا عندك يكون طاح في المدرسه، عندك يكون دابز مع شي وليد او بنيته ووقع شي تشاجر ما بيناتهم، او تيقول مع راسو عندك يكون هادو لي دولوغ دو كرواسونس، كاين اللي تيسحابوا ان ملي تيكون النمو ديال الدراري تغيرات في الجسم اذا تغير كتعطي الالم فاصل. لا ما كايناش هادشي. انا سمعت ام قالت لك فملي تخترحنا قالت لي سولا القضية ديال النمو فعلا العظام كيطوال وكيكبروا تعطيو هاد الحريق، العظام كيطوال وما تعطيوش حريق. اذا باش الواحد يكون منتبه بان ماشي لي دولوغ دو كرواسونس، ماشي طاح شي في المدرسه وما دالوش الغايه، لا هذا روماتيزم، هذا التهاب في المفاصل اللي هو داء تيصيب الدراري الصغار واللي خصو تشخيص المبكر. لابد تشخيص المبكر. علاش؟ لانه
لابد باش نعرفوا شنو هو النوع ديال 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 الالتهاب، حيت كاين بزاف الانواع. كاين في انواع كثيره، كاين انواع باش نديروا التحليلات المركزه والاشعه المركزه ونعرفوا شنو هو النوع باش نخرجوا له الدواء اللي تيناسبه، ونديروا مراقبه كل 3 شهور باش ما يوقعوش شي تعقيدات او شيء مضاعفات وخيمه. استاذه ميكو، حنا يلا شرحنا قلنا بانه هذا راه شو العلامات اللي كيعطي، ولكن اش من سن تقريبا كيقدر يتصاب به الطفل باش الامهات واولياء الامور يوعوا بهذا المرض؟ هو تيكون في ابتداء من 6 شهور 8 شهور عام حتى 15 عام، في جميع هذه الاعمار السنين كلها، في اي سن في اي سن. غير كاين بعض المرات الطفل تيروي يركب الصوت يقول ماما ركبتي كدرني، تيصبح تيعرج، تيكون ما عليه ما بيه حتى في الصباح تيصبح تيعرج برجليه، تيكون ركبه بعد يومين تترجع حتى الركبه الاخرى. بعض المرات العلق ديالو ما تيقدش يحركو، تتقول مع راسها يمكن مخده بدلتها، يمكن بقى يشوف التلفازه هكا وهي ماشي هادشي كله. ودابا التليفون خلاص تابلت كثر كيبقى تابلت ولا غير عنقو وقيله دروا، ولكن هادشي كله سي روماتيز سلتيان المفاصل اللي هو واحد الداء كاين، وخصو لابد الاباء والامهات يديو له الغايه ديالو وما يتعطلوش ما يتعطلوش ما يتعطلوش بزياره طبيب مختص. واخا اسبابه استاذه بيكو منين كيجي هاد علاش الوليد غيدير هاد المرض الوغ كوليدات اخرين ما غيديروهش؟ ما كنعرفوش السبب، لان ماشي ميكروب ماشي لا، هو تيجي تيكون وراثي، تيكون في الجينات ديال الدراري الصغار. سادير الا جينا نعملوا له تيباج اشيلا لقاو بان هاد وليد او يديرها ولا اخر ما يديرهاش، تلقاو جدود ديال الام او الاب كان عندهم حتى هما روماتيزم، دونك تيدوز في الدم في السيستم ديال الجينات. دونك ما كنعرفوش السبب، ما كنعرفوش السبب. هي خصنا نكونوا واعيين 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 وما نساينوش حتى يوقعوا تعقيدات، لان الى وقعوا تعقيدات ما يمكنوش يمشي للمدرسه، ما يمكنلوش يلبس حوايجه في الصباح بوحدو، ما يمكنلوش يمشي شعرو، ما يمكنلوش البنيته ما يمكنلاش تنظف سنانها، تتبقى على الاب والام. وبعض المرات لا قدر الله الا كانت شي حالات صعبه او تعطلوا الوالدين باش يجيبوهم للطبيب، تيمكن لا تعطي ان انتيكاب إعاقة. وكاين بعد عامين 3 سنين تيجيبوهم لنا في 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 الكرسي المتحرك، لان ما تيمكنلوش يتحرك. دونك علاه كنبه الاباء والامهات باش يديو الغايه لهذا الالم هذه، وباش يرحموا وليداتهم، لان الالم تتمنع الدراسه، كتمنع النوم، كتمنع اللعب، لان الدراري صار معروفين الفرح ديالهم هما يلعبوا مع الدراري الاخرين. لا، هذو اللي جاوا الروماتيزم اللي جات الالم في المفاصل ما تيقدوش لا يلعبوا ولا يمشيوا بوحدهم، ولا خصنا نديروا لهم ديك الضحكه ديالهم اللي في وجههم باش بالعلاج ديالهم. صح استاذه ميكو، غالبا حنا في اوسطنا تنقولوا وغير البروده وراه غير البرد، ضربوا البرد او كيتمشح فيان راه غير البروده. هل فعلا أن البروده كتكون سبب او عامل كتقدر انها تساهم في هذا الموضوع اللي حنا كنهضروا عليه؟ واش يمكن نقولوا هو انه ملي تيكون ديك الروماتيزم جا ومعروف وتشخصناه وهذه عامل في السن هو كاين مثلا، تيمكن له يبرع بصفه نهائيه، ولكن اكثر شيء تيعاود يرجع جوج مرات في العام، ثلاث مرات في العام. والابحاث اللي دارت تيقولوا بان البرد ولا لو ستريس تيم كله يعاود يكون سبب فاش يرجع، ولكن ما نتخيلوش بان الا جا شي مره غادي يمشي فحال النهائيه. واحد 20% تيمشي ما يعاودش يرجع، ولكن اكثريه تيعاود يرجع جوج مرات في العام، ثلاث مرات في العام. وكاين العلاجات الحمد لله، وكنطمئن الوالدين باش نقول لهم ما تخافوش، ان بما انه كاين الداء كاين الدواء الحمد لله. حنا اكيد غادي نحاولوا نتكلموا على العلاج، غادي نحاولوا نتكلموا على الوقايه ايضا، لكن هناك من سبل الوقايه نحمي وليداتنا. انتم مدعوين مستمعينا كيف ما سمعتوا اباء وامهات، اكيد حنا هذا المرض كنسمعوا عند الناس البالغين، عند الناس الكبار، يعني التهاب المفاصل كيتصاب في واحد الفئه عمريه، ولكن عند الاطفال قلنا كاين نسبه قليله، ولكن هذا لا يمنع انه نهضروا عليه باش ننوهوا به، لانه يعني كل ما كان تشخيص بكري كيف ما شفنا انه نحمي وليداتنا لا قدر الله من احتمال اعاقه
تقدر تكون دائمة وديك ساكي صعاب لعلاج من بعد دكتور. طيب قلنا بلأنه أهم الطقس ما كيلعبش دور, يعني البرودة ولا الحرارة ما كيش اختلاف. لا ما كاينش اختلاف, ماشي حيت اللي ساكن فشي سكنه بارده ولا قريبه للبحر هادي دي غوماتيز, وهذاك اللي ما ساكنش ما تيديش, هادي ما كايناش. مزيان. الوغ نتكلموا, قلنا العلامات باش نعرفوا انه كتجيب الم حريق في الاطراف, اليدين, العنق, الكتاف, ياك لو بواني, الصبيعات ديال اليدين, الركبات, المراود ديالو, لا بلون دو بي, الكوعي, هادشي كله تيمكن يتالم, والعنق ما تيمكنلو تيبقاش يدورو لهكا ولا هكا. اذا هادو علامات كلها كيجيو كاملين بروفيسور ولا غير حاجه وحده مثلا تقدر تعطينا دليل وجود روماتيزم؟ جميع المفاصل تقدر تجي كلهم مجموعين, يمكن كتفوا عنق. السؤال ديالك واجه لان كاين هاد الروماتيزم ديال المفاصل في اربعه الانواع. كاين النوع اللي تيقص قل من اربعه ديال المفاصل, ياك, وكاين اللي تيقص اكثر خمسة المفاصل, وكاين النوع الثالث تيقيس المفاصل والعمود الفقري, والنوع الرابع تيعطي السخانه بوحدها, هي الحراره والحمى اللي كتبقى اسابيع اسابيع اسابيع, فهمتي؟ دوك بدون الم بالحرق هذا ديال السخانه بدون, ولكن الاخرين اللي قل من اربعه المفاصل فوق اربعه هذو كلهم تيعطيو الالم. ولكن واحد الحاجه بغيت نشير لها اللي مهمه بزاف بزاف, هو ان كثير شي في هذاك النوع اللي تيصيب قل من اربعه المفاصل تيمكنو يقيس العينين, حيت الالتهاب تيمكن له في الغوماتيزم يعطي واحد الالتهاب ديال داخل العين ديال القزحيه, تتكون ابل لوفييت, هذاك لوفييت تتعطي الحموريه في العين, كتعطي سيلان الدموع, كتعطي نقص في البصر, وتيمكن لها تعطي كذلك صعوبه في رؤيه الضوء. فهمتي؟ هاد اربعه الحاجات تيديك الساعات اللي عنده رساله وكنصيفطوها للطبيب العينين تنقولوا له راه الوليد او البنيسه عنده تما مفاصل وراه عنده علامات في عينيه, اذا الله يخليك بهذا الفحص ديال العينين في اقرب وقت. الى لقينا لوفييت خصنا نخرجوا لها الدواء ديالها, الى تعطلنا قالت لي كل يوقعوا البصر تيهبط والله يحفظ تيوقعوا شي 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 نتائج وخيمه. ولكن اللي صعيب في هذا الشيء كله ماشي اذا كانوا العلامات كاينين القضيه سهله كتصيفطوا رساله لطبيب العينين, اللي صعيبه هو انه اللي عنده قل من اربعه الفاصل اللي كيضروه تيمكن العينين تقاس بلا ما يتشكى لا باحمرار العينين ولا سيلان ولا نقص في البصر ولا والو. اذا حنايا شغلنا هي كنديروا الفحص ديالنا, كنطلبوا التحليلات, كنطلبوا الراديويات, وتنديروا رساله لطبيب العينين سواء كان عنده العلامات او ما عندوش, نطمئنوا باش نطمئنوا, وباش الا كان شي حاجه في العين وما بيناش نخرجوا ديك الساعات ماشي تيفوت الفوت. برافو عليك استاذه ميكو, شكرا جزيلا لك على هذه المعلومه, هذه مهمه. حنا غايتنا هو التوعيه قدر كل شيء, وبالتالي انه حتى المستمعين ديالنا مهتمين بنا انهم كيف قلنا ينتبهوا لهذه النوعيه من الامراض, لانه صراحه كتجي حتى لواحد الوقيته وتتقول يا ندمتك ويا ريتكم مشيت صبغت الامور. الوغ في التشخيص استاذه ميكو شنو كديروا باش تعرفوا انه راه هذا التهاب المفاصل؟ اولا السؤالات خصها تكون مركزه, لان الام تصنت عليها مزيان او الاب وتصنت على الطفل كذلك, تصنت تعطي الوقت ديال كله, لان انا ملي تنشوف دابا الطفل اختي ساعه كيطلب مني ساعه, ماشي بحال كندير الفاكسا ربع ساعه د المكانه, ساعه د المكانه باش تصنت على الاقوال ديال الام او ديال الاب, وكتشوف الحاله الصحيه ديال الطفل وديال الطفل, وتشوف وتعطي سؤالات بزاف موجهه باش تعرف باش تعرف النوع ديال الالتهاب, واش هذاك اللي قل من ربعه ولا فوق خمسه ولا في العمود الفقري, ومن بعد تدير الفحص ديالك, الفحص ديالك كله كتوقفوا باش يمشي باش يحني الارض باش تتقلب المفاصل وحده وحده, وملي كتسالي عاد تقول له فوالا هذا الشكل اللي كاين, وكتطلب واحد راديويات ماشي بزاف, راديو واحد ولا جوج باش نعرفوا شنو كاين, وكتطلبوا كثير شي تحليلات كاينين على حسب واش النوع اللي تيقيس قل من ربعه ولا فوق ربعه, كل حاجه عندها التحليلات ديالها, تحليلات دم تحليلات ديال الدم, وملي تيوجدوا تحليلات
وتنخلو ها هو داش شنو هو النوع وتنصيفطو رساله لطبيب العين الا بد منها وتنكتبو العلاج اللي تيخص. هذا العلاج تيكون فيه مضادات حيويه لي زونتي انفلاماتوار اللي تتعطي نتائج ساره. الا ما عطاش نتائج هي هو الدواء تيخصو يتبع تيبقى حتى شهرين حتى 3 شهور وتنقدو على الوالدين باش ما يحبسوش الدواء الا حس براسو لاباس الوليد او النساء. ومن بعد واحد شهرين متعمل لاباس ديك الساعات تنحبسوا الدواء تلقى نقصوا حتى كنحبسوه. وما نساوش بانه الا ما هاد المضادات الحيويه ما منفعتش كاين ادويه اخرى. كاين كتبقى ديما استشاره مع الطبيب وديما كنمشيو وديما نسولو وديما كاين واحد الدويات اخرين سميتها ادويه كبت المناعه. كبت المناعه طيب استاذه ميكو معنا مستمعين قبل ما يقطعوا الاتصال ديالهم ناخذوا رضوان من برشيد. رضوان السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي مرحبا بك. واحد البنية عندها 12 عام وقعد مرات كيجي هذا الحريق بالركبة وقعد مرات كيهو ديال الرجل نتاعها. واخا رضوان بالله تيخليك معنا الله يرضى عليك غير باش الدكتور تسمعك. تري بيان دكتور كتسمعي؟ وي يلا. الو قلتي عندك بنيته عندها 12 عام ياك رضوان؟ 12 عام اييه. وراه كنت ندوز ليها في الصغر ديالها من كانت عندها 6 سنين ودوزت لها واحد المرة درت لها التحاليل وقال لي عندها واحد الجينات كي الجينات فوقانيين خدامين مزيان الجينات التحتانيين ما كيخدموش مزيان هما اللي كيعطيوها الحريق وهذاك الحريق كيجي بالليل. هذاك فين كتحرق كتوجع؟ من الركبه ولتحت. من الركبه ولتحت. بعد مرات كتحول للركبه الاخرى. من الليل كيجيها سوا درت مجهود ولا ما درتوش؟ دابا كتجيها مره ومره كتفوت في المثال شهرين وثلاث شهور وكتعاود تجيها الحريق ثاني في الليل. إذن هذه عندها التهاب في المفاصل ما فيها لا شك ولا والو وركبه لتحت بعض المرات تكون ركبه وتيكون الالم تيهبط لتحت وما تنساوش واحد القضيه الالم تيكون في الركبه يمكن تكون ركبه يمكن تكون المراود لا هونش يمكن تكون الظهر مقيوس فهمتي؟ هي كيجي ركبه صافي. وركبه خصها لابد تدير واحد التحليله مهمه ودير تقريبا العينين ونعرفوا النوع ديال الشكل تتبان لنا من التحليله كتبان لنا شنو كاين وكنخرجوا الدواء. وكيف قلتي دابا تاتينا قالوا لك الجينات ولكن ما كاينش الفوق والتحت. كان خرج واحد قوايل بات على قبل الصداع كتشاريهم ليهم وما بقيتش تتبعهم ليهم. لا لا بالاحسن الدكاكي ما تيحبوش بزاف القوايل بات كاين دوايات وكاين تنفسروا الوالدين كيفاش يستعملوهم وكنخليهم واحد مده شهر صافي وتيعطيو نتيجه وتنبقاو نديرو مراقبه. ان شاء الله ندير شي طبيب ديال العظام ياك؟ لا الا بغيتي تشوف مع مدام سميه باش تعطيك العنوان ديال الاختصاصي. كل فرحة اخويا رضوان ما كاين حتى مشكل راه سولين. كنتمنى لها يا ربي الراحه لانه صراحه ملي كتحس بالالم والحريق راه ما فيهاش اللي غيحس بها هو اللي غادي يعرف علاش كنهضروا. مسكينه ما تنعس ما غترتاح ومطلوب منها مجهود مطلوب منها تقرا غدلين عاد خليتي انت قلتي بزاف ديال الوظائف كتقدر انها ما تكتب ما تحويجها ما صعيبه تتولي عاله ما يمكنلاش دير تلعب تلعب الدراري صافي يبغيو يلعبوا ما يمكنلاش تقدر تجري مسكينه ما تقدر دير والو تتفقد ديك النشاط ديالها تتفقدو صح. ونتمنوا يا ربي صحيحه وسلامه لوليداتنا كافه. غادي نمشيو فاصل قصير اشهاري ومن بعد راجعين معنا الاخت نجاة في اتصال ياك اخويا عبد العزيز وغادي نكملوا ان شاء الله دائما مع موضوعنا التهاب المفاصل عند الاطفال. اذا تعرفتوا بالمرض اول مره عندكم شكوك عندكم تساؤلات تواصلوا معنا من خلال هذه الارقام 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. راجعين بعد الفاصل بقاو معنا ما تمشيو فيه حنا راجعين لكم ام على لاله فاطمه. انا فاهم بغيتي تبقى مساري ومكونيكتي انت الاول. هاد الصيف مع نمره وربحه ديال اورانج كل نمره اورانج شارجيتيها غتشارك وتحاول تربح موتور للربح كل نهار صيف كامل الى غايه 28 غشت 2022 واستمتعوا بسرعه كاتشي بلس في المغرب كامل. مرحبا بكم عند اورانج. اورانج انا فاهم. The
رجعنا معكم مستمعينا. انتم شفتوا ما غيبناش كتير، رجعنا لان موضوعنا في محطات كتير مهمه. الناس يلا شعلوا الراديو وانضموا لنا، دي 9:32 دقيقه. انتم كتستمعوا لبرنامجكم الاسري للا فاطمه في حلقات وفقرات مختلفه ومتنوعه. اولى محطتنا عالم الامومه، تناقش مواضيع اللي ذات صله بالام والولدات والاطفال في مختلف تخصصات سواء كان تربيه ولا صحه. اليوم اختارينا التهاب مفاصل الاطفال المزهم من المجهول السبب، يعني ما قلناش كاين سبب مباشر ولكن أعراضه كثيرة، أهمها كيف قلنا فيها الحريق والألم وعدم جودة الحياة بالنسبة للأطفال، بحكم أن الولدات كيحمقوا ويلعبوا ويجريوا ولكن كتكون عندهم صعوبة في الحركية مع ألم ومع مشاكل كثيرة خصوصا في التحصيل ديالهم الدراسي كالكتابة وغيرها. فحضر معنا أستاذة ميكو مشكورة طبيبة اختصاصية، نعود نذكر بتخصص أنها تحديدا طبيبة اختصاصية في طب الأطفال ولكن أيضا عندها تخصص هذا الخاص ديال مرض التهاب المفاصل، واللي لنا شرف أنه حضر معنا في البلاتو باش تعرفنا وتقرب يعني المهتمين أولياء الأمور بهذا المرض والمضاعفات دياله لا قدر الله، باش ننتبهوا في أي حاجة يعلمنا بها الطفل ما نتهونوش فيها ونقوله فقط راه يتفلى ولا يتلعب ولا راه يفشوش، لا نسمع له لولداتنا. ياك أستاذ يا هذا المرض يخصو يكون يدفع الأمهات والآباء باش يجيو عند الطبيب بكري، ماشي حتى يوقعوا مشاكل ومضاعفات. طيب عندنا نجات من المحمدية حبانت توصل معك أستاذة ميكو تسولك سؤال، نسلموا على نجات. السلام عليكم نجات. سيدة نجات ستوندار، مازال معنا سيدة نجات؟ نعم مرحبا بك أنا نجات. مرحبا بك. انا عندي واحد البنيته في شهر جوج 2021 جا التهاب ديال المفاصل، جيت للطبيب عطاني غير مضاد حيوي وقات فهمتي وتبدات ليها عنده يعني ملي درت شهر جوج شهر 3 و4 و5 رجعت ليها نفس الحاله، مي رجعتها قال لي يعني رجع ليها التهاب. شنو اعراضها نجات؟ شنو باش كانت كتحس البنيته؟ التهاب المفاصل كانوا كيدروها شنو؟ ولكن التشخيص ملي تيتا عند اختصاصي اخر بدلت الطبيب قال لي ما نقدرش نعالجها لك، غادي ديها القطار ديال ميريسو ديال بنوش ديتا تما باش خصو لي المرض على انه مرض كاوازاكي ثاني. ايه دابا انا متبع عليها من شهر 6 من 28 شهر 6 لحد الان كتمشي لحالها وكترجع، درت ليها يعني كاع سميت الادويه اللي كيعطوني تما كنتبعهم، دابا حاليا نتبع عليها واحد البراوات الا كان ممكن نقول لك الاسم ديالهم. بلاش حبيبتي نجات بلاش بلا من براوات استاذ راتف براوات سمي براوات كان كل نهار كندق لها، دابا حاليا كندق لها كل ليله كندق لها برا وعندها واحد السيرو ديال التهاب المفاصل. هذه برا سميتها هذه برا سميتها اللي كتستعملها كاين غاد كنغيث. اه داكور داكور دونك كنغيث وكنعطيها سيرو ديال نورادون وفي الاول درت ليها تيجلين ايه دابا هادي ما قراي ولكن ولات شويه ومي دابا من عطاو كونتيكويد دونك كورونتي كونتوسيل ال20 عطاوها الخمسه اللي حيتهم لها رجعت الحاله ديالها عاديه في مكان يعني كما ديتها اول مره دابا ما كتمشاش ان في الصباح ما كتقدرش كاع تنوض فهمت وهي البنيته يلا عندها 5 سنين يلا كملت 5 سنين 4 دابا هي دارت واحد كانت عندها كوازاكي ومن بعد دارت واحد النوع ديال المفاصل تيعطي السخانه تيعطي الحمى وعليها خرجوا ما كتطلعش بزاف ما كتطلعش بزاف ولكن هاد كينيغيت وهاد الشيء تيتعطى في واحد النوع معين اللي شويه صعيب في العلاج ديالو ولكن تيتعالج تيتعالج فهمتي تيتعالج ما خصكش تقلقي راه لابد غادي يكون نتيجه ماش تكون لابد هي دابا حكي دابا حاليا دابا 15 يوم كندير ليها برا في النهار برا في النهار وسميتو سيرو كنعطيها دوبل ديال الدوزاج ديالها يعني عندها 22 كيلو كنعطيها 44 فهمت فهمت ولكن بقى ما كتوقفش وخاصني نرجع عندهم يعني في السنان لابد ترجع عندهم وواحد تبقى تلاحظي انه في التالي ان شاء الله ماشي تولي توقف تولي تمشي بوحدها يخص شويه ديال الصبر
فهمتي هذا هذا نوع بالضبط نوع شويه شويه مختلف على الانواع اللي كنشوفوا كل نهار ولكن كل شيء عنده العلاج. هذه العلاجات دابا اللي تعطيوك خاصه سميتها البيوثيرابي ولكن نكون مأكده بان النتيجه ما تكون ساره ان شاء الله. شكرا الله يحفظك. هذا مراد لا على هذا الشيء اللي كنهضروا عليه لا واحد النوع خاص خاص نوع خاص حسي انا ملي مشيت عندهم كيقولوا الالتهاب ديال المفاصل الكوازاكي التهاب ديال المفاصل لا يعني الكوازاكي هو اللي كاين اللي تيدوز من الكوازاكي وتيدوز لواحد النوع خاص ديال التهاب المفاصل اللي شويه تيكون صعيب العلاج ديالو ولكن هاد الادويه اللي عطاو كلها ما 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 عندنا نتائج مهمه وصار وفي التالي ان شاء الله ماش تقول هذا الشيء كله ماش يولي بحال اللي عمره ما كان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا جد الله يقويك يا حبيبتي على بنيتك وبوسيها لي من عندي ياك الله يشافيها لك الله يشافيها لك يا جد لا اله الا الله. طيب غادي نمشيو نكملوا معكم استقبال المكالمات مسمعاتي مسمعينا بعض المره بعض الاسماء الامراض كتخلع كوازاكي مضاعفته الى انتبهنا الحمد لله انا ونجات درت تشخيص بكري الحمد لله وغدا نتبع لها ان شاء الله نتمنوا يا ربي تحسن. اسماء مرحبا بك. جاليتنا المغربيه من المانيا من المانيا من المانيا يا سلام. اسماء مرحبا بك. الله يبارك فيك شكرا بزاف. لاباس عليك اسماء. الحمد لله. لنا شرف انه جاليتنا المغربيه كتواصل معنا من المانيا. مرحبا بك. اول مره كتسمعينا عن طريق الانترنت ياك اسماء؟ اياه من الانترنت كنعيطي. مرحبا بك حبيبتي. مرحبا بك. كيداير الاجواء الحمد لله نتوما جاي العطله في المغرب الحمد لله احكي لي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يجيبكم على خير حبيبتي احنا كنستقبلكم كل حب. مرحبا بكم. الله يبارك. تفضلي اسماء باش ما نطولش عليك المكالمه. الدكتوره هي معك. اياه شكرا دكتوره. السلام عليكم. سلام احمد الله. طيبه بحول الله. عندي واحد المشكل بنتي التوام هما ساره وياسمين هما كمان وحده فيهم ديما كتنوض بالليل بزاف وكتبقى تبكي كتقول بحال هكا عندي في رجليه ماما ديري لي المساج ماما ديري لي رجليه وديتها عند الطبيب هنا قالت لي كتكبر كطوال رغم انهم كيديروا الرياضه كيديروا السباحه كيديروا الجري كيديروا جيمناستيك يعني عندهم بزاف ديال الاكتيفيتي يوميا تقريبا بغيت نعرف واش هذا يقدر يكون الم المفاصل اولا من الرياضات اللي كيديروا ولا العيا ولا يعني الدكتور ما عطانيش يعني شي اللي دايره حاجه عاديه. هي ماشي حاجه عاديه الا كانت تفيق في الليل وتشكى اذا هذا الالتهاب بنهار ما تتشكم. ايوا عليها في الاولى في الحلقه قلت بانه هاد الالتهاب المفاصل تيجي للدراري ملي تيكونوا ناعسين في الليل تيفيقوا من النعاس ولا ملي تيكونوا مرتاحين جالسين تيجيو بالالم اذا لابد هذه خصها تشخيص الا كنتي داخله ان شاء الله في ثالث شهر مدام سميه تعطيك العنوان ديال المركز اللي خصك تمشي له باش يعملوا تشخيص فهمتي؟ لأن لابد خصها تشخيص وواحد التحليلات ويبان شنو كاين باش لأن باش نقولوا هاد الآلام عندهم علاقة بالنمو ما نظنش فهمتي؟ تبارك الله قالت لك كيديروا أنشطة كثيرة ما يقدرش يكون مسبب ما نظنش هذيك الساعات ما تجاش الآلام في الليل ما جاش الآلام في الليل لا يجي الآلام ملي تكون تدير الأنشطة داكو لا ملي كدير الأنشطة عادي يعني ماما قالت لي ماما ضراتني شي حاجه ثلاثة الليل شفت الليل هكا كتنوض لا من الاحسن واحسن واحد يكون تشخيص باش يتاكد يعرف واش التهاب المفاصل وكاين الدواء تيكون تيعطي نتيجه مزيانه من بعد التحليلات وكل شيء عنده الحلول العلاج ديالو ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي الله يجيبك على خير وسلامي لبنياتك وتهلا لي فراسك ان شاء الله نشوفك عن قريب. مرحبا بك. مرحبا بك. تحيتنا لكل مغاربه العالم وتيسعدنا وتشرفنا لما كنسمعوا اصواتهم اكيد فتحيه كبيره للناس اللي كيتابعونا من خلال موقعنا راديو مفهم بويما. شكرا لكم القلب. 9:42 دقيقه مازلنا مستمرين ودائما في هذا الموضوع اللي صراحه مهم وجدي وما كاينش فينا اللي ما مرش من هذه اللحظات. انا شخصيا كنت كنعتقد انه بزاف ديال الاولياء الامور عندهم درايه ومعرفه ولكن باقي هذه المساله كنسميو غير حريق غير بروده يمكن يكون غير من نتابع من الانشطه. بزاف ديال الامهات كيكتبوا لي دابا سمي ما كناش عارفين ولكن كنا كنقولوا غير الحركيه زايده الوليدات حيت كيشقاو حيت كيلعبوا كيجريو ويضلوا نهار كامل تنقولوا راه باقي غير متعب. هل تشخيص
الا درنا الحمد لله وشكينا كيبان لينا في البدايه ديالو ولا خصو تيمر ايام واسابيع عاد نعرف. لا من الاحسن في البدايه ديالو كيبان فسيبان في الاول فتشي بعد مرات الامهات تجي تقول لك ركبتو من فوخها وتيعرج برجليه يقدر يعطي تورم يعطي تورم يعطي اعاقه ما يبقاش يطلع في الدروج ما يبقاش يتمشى شي اكثر مقسم ديال المكانه في الطريق. واذا في كل ما زربوا الامهات بالتشخيص كل ما النتائج كتكون مزيانه كثير شي تنأكد ونعاود نقولها لانه التهاب داخل العينين ديال القزحيه هي لمشات توقع تعطال في الفحص يمكن العين تقاس حيت الروماتيز يمكن يقيس العينين. اذا هذا الشيء خصو يتخذ بواحد الجديه وما يوقعش واحد تاخر في العلاج. وحنا ملي تنعالجوا ونساليوا الادويه ديالنا تنطلبوا من المختص في الترويض باش حتى هو ملي كيزول الالام تيدير واحد الحركه ديال الترويض باش ديك الركبه ولا ديك اليد ولا ديك الكتف يولي ترجع الوظيفه ديالو لان في التالي الا كان شي حاجه ناقصه فينا بالركبه ولا بالحركه ديال اليد ولا الكتف ولا الرجل ما تيمكنناش الدراري يقراو ما تيمكنلهمش يلعبوا ما تيمكنلهمش خصو يرجعوا بحال اللي كانوا بحال اللي كانوا وكنبقاو باتصال مع العائله وتبقاو تتصل مع المدرسه لانه تيمكن هاد الوليد او البنيسه الى هاد الالتهاب بقى في اسابيع ولا عطى الام كثيره تيبقاش يمشي للمدرسه تيبطل والامتحانات ديالو ما تيدوزهمش. حنايا تنبقاو تنعملوا رسالات تنصيفطوها للمدرسه نقول لهم الله يخليكم راه عنده انت مفاصل باش تصبروا علينا على ما يدوز هادشي دونك تجاوب وتفاهم. مشكورة أستاذة ميكو. إحنا مع المستمعين ديالنا كشفتي أنا كاين مكالمات كثيرة الحمد لله باغي نعرفوا تفاصيل. غادي نمشيو عند سي أحمد من الرباط نسمع السؤال ديالو. سي أحمد السلام عليكم. السلام عليكم لاباس عليكم. مرحبا بك سيدي الله يبارك فيك. مرحبا بخير دكتورة صافا كلشي بخير كيسول عليك. الله يبارك فيك سيدي شكرا الله يبارك فيك ما طولتش عليك الله يجزيك بخير. عندي الوليد عنده 9 سنين أييه وشاك تومو شاك تروما كيعاني من الركبه ديالو داكوغ كيقول لك راه عندي فيها الحريق هادي وما كيدير حتى شي حاجه كيلعب رياضه ولكن بارفوا في شاك تومو شاك تروما كيعاني من هاد الركبه كيقول لك راه غير بور انفورماسيون دكتوره الولي برا مره كتجي واحد الحساسيه كيبقى كيحك هذا درنا ليه لي زاناليز فينالمون لقيناها من البيض اييه المهم حيدنا لي البيض ولكن باقا شويه كتجي واخا كطول كدير 4 شهور 5 شهور كتجي ومؤخرا عاوتاني كوزنا لي ودنا لي زاناليز لقينا عنده شويه ديال فقر الدم هادو هما المعلومات اللي عطيتك دكتوره الله يجزيك بخير. بالنسبه للحساسيه هذاك مشكل اخر ولكن بالنسبه للركبه ديالو اللي كانت تضرو هذا لابد خصك دوز له باش دار التحليلات اللي معينه وهذا النوع اللي كيقص الركبه اللي قل من 4 نفاس الركبه بوحده هي اللي كانت تقص العين اذا تعطي التهاب في العينين واذا تنصحك هو عندهم نظر شويه غليظ لا من غير نقص في النظر تكون التهاب ديك التهاب تخصو الدواء بواحد العلاجات خاصه باش من نطيحوش في شي تعقيدات وفي شي مشاكل ديال العين. العين راه مهمه البصر مهم فهمتي اذا خصك لابد تدوز له وتشوف شنو النوع ديال التهاب بالفصيح حيت كاين بحال قلت قبيله 4 الانواع باش يتحدد شنو النوع ودار التحليلات اللي خاصه بهذا النوع وراديوات اللي خاصه بهذا النوع وعاد يتدى العلاج وما تعطلش الله يخليك لان الا تعطلتي تيمكن لا تقاس الركبه الاخرى تقاس اليد تقاس الكتف اذا هذا الشيء خصو في اقرب وقت ان شاء الله. غير دكتوره فين غادي نمشيو انايا في الرباط وسلا وهذا هي مدام سميه تعطيك العنوان مشكور سي محمد شكرا لك اخويا الله يجيب شفاء لوليدك شكرا لك حنا هنا باش نعاونكم مرحبا بالجميع ربي يخليك نهارك مبروك 9:47 دقيقة تحية كبيرة لكل أولياء الأمور أباء وأمهات اليوم تنتناولوا هذا الموضوع التهاب المفاصل عند الأطفال ديالنا مرحبا بكل الأسئلة ديالكم أي تنوير أي حاجة ما فهمتوش نعودوها ما كاين حتى مشكل أستاذة ميكو احنا غادي مستمرين ياك درجة وخطوة نفسروا لأولياء الأمور احنا قلنا التشخيص مهم في حالة ما لا شكينا ولا الطفل
تشكا وعانا وكيقول لك راه عندي حريق المفاصل ديالي كيضروني الو هذه نقص انذار نمشيو نقلبوا على الاقل غنطمنوا شو النوع اللي كيقلقكم نتوما كاهل الاختصاص اللي كتخافوا منه بزاف حنا غاديين بالتدريج رتبهم لي الله يعطيك لا هذاك اللي تيقص قل من 4 المفاصل ولات نخافوا منه يقص العينين اكثر فهمتي وكان ملي كنصيفطوا رساله للعينين تنبقاو نعاودوا ديك التقريبه ديال العينين كل 3 شهور هذه الاولى النوع الثاني اللي تيكون فوق 5 المفاصل هذاك تيمكن له يعطي اعاقه الى الوالدين تعطلوا في التشخيص لان تيمكن ركبات نفخ بزاف تيمكن العنق ما يبقاش يدور في بلاصتو الكسابه ما يمكنلوش يكتب في المدرسه ما يمكنلوش ينعس في الليل تيفيق في الليل تيغوت تيبكي في الصباح تيصبح مألم ما يقدش يمشي مع الدراري الاخرين يلعب معاهم يمشي يقرا اذا اللي فوق 5 فاصل حتى هو كيمكن له يعطي اعاقه مع الاسف كيجاونا شي دراري ساكن بعاد في ازيلال وفي مدن نائيه ما عندهمش طبيب اختصاصي في بعض المفاصل وبقاو والدين تيساينوا حتى وقعت اعاقه جابوهم لنا في كرسي متحرك ديك الساعات العلاج يولي شويه صعيب ولكن واخا داكشي كاين العلاجات اللي خرجت جديده اكثر من المضادات الحيويه اللي هي سميتها البيوثيرابي اللي كتعطى في الحالات الصعبه اذا العلاجات كاينه تخصي الوالدين ما يتعطلوش طب العلاجات استاذتي فقط غير علاج دوائي ولا كتمروا حتى للجراحه او حتى للزراعه لا علاجات كنستعملوها هي دواء غير الا كان شي مفصل ديك الساعات وقع فيه عوجاج كثير وما تيمكنلوش يخلف في واحد الحالات خاصة تنعيطوا للطبيب الجراح ديال العظم باش يدخل باش ديك المفصل يولي يخدم وكذلك من بعد كيف قلت قبيلة كان الاختصاصي في الترويج لو كينيزيثيرابيوت هو تيعطي هو اللي يدو باش ملي تدوز المرحلة الدوائية عاد تيبدا إذا هذا خدمة فيها داخل فيها كل شيء طبيب ديال الدراري الصغار اللي مختص بالروماتيزم مول الترويج الطبيب العينين كنا تنشاركوا باش النتيجه لعل وعسى تكون مزيانه الحمد لله نتمنوا اكيد معنا مكالمات معنا ايضا اسئله سكينه سالتك استاذتي ميكو قالت لك الله يخليك هل من علاقه ما بين الامراض المناعه الذاتيه وتحديدا الصدفيه وحريق المفصل يعني انا بنتي اكتشفت عندها صدفيه وفي نفس الوقت كتشكى من هذا الالم هل من علاقه لا ما عندهاش علاقه ما كاينش علاقه عندهاش علاقه هذاك بوحدو هذاك بوحدو هذاك بوحدو طيب غادي نمشيو عند سي احمد من اكادير ومعنا كذلك منى من كازا سي احمد السلام عليكم السلام اختي صباحكم بروك صباح النور مرحبا الله يبارك فيك امين بغيت نسول الدكتوره الله يجزيك بخير البنت كانت من الصغر ديالها كتحس بالالم المفاصل في الايدين ديالها وكل شيء ولكن دابا الان لحد دابا راه عندها شي 18 شهر دابا كبرت البنت وباقي لحد الان كتحس بداك الالم دابا عندها امتحانات دابا ديال البكالوريا ما كتقدرش تكتب لان بحال البارح كتبتها تطاحت صافي مع الاسف اللي ما كنتي زعما جبتيها باش تشخص المرض ديالها كان 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 ديال الدكتور ولكن طب عام ماشي اختصاصي غير بحال شي امراض كتحس بالوجع فهمت لا بد خصها تشخيص دابا ساين ان ندوز الامتحان ديالها وديك الساعات خصها تعاود تشوف الطبيب باش دير التحليلات الخاصه وتاخذ العلاج المناسب باش تولي عاديه تيوليو بحال الناس كلهم تيوليو يديروا الخدمه ديالهم بالنسبه للاج ماشي مشكل بالنسبه للاج ديالها هي 18 عام خصها تشوف الطبيب الاختصاصي في الروماتيزم اللي كيداوي الكبار ماشي الصغار ولكن العلاج لابد منه تشخيص لابد منه هي دوز امتحان ما تصبرش عليها ان شاء الله اختصاصي فاش ديال الروماتيزم دروماتيزم الله يطول عمركم ويصبحكم بروك بارك الله فيك بارك الله فيك سعيد الله ينجح حالك وتسمع لي اخبار الخير ويتعب ما يدوز جايك ان شاء الله يا ربي الله يعطيكم الخير شكرا سيدي بارك الله فيك تحيي الناس اكادير قلتي انه حتى الوتيره ياك دكتور انه من الخير ما كيكون ستريس كيتزاد وي الوغ مي مولوله كنداويه وتيعمل لاباس بعض المرات الى عاود بعد 3 شهور 4 شهور تيعاود
يرجع ديك الساعات هذاك تنسولوا الوالدين الله يخليك واش ما كاينش ان ستريس واش ما كاينش البرد بزاف بعد النوبات غير واحد تيكون عنده الروماتيزم تيكون لابس اكثر من الدراري الاخرين تيكون لابس تيخاف من الكورون دير تيخاف من الريح وصافي ما زعما ماشي شي ولكن ما تنأكد بانه ماشي البرد اللي كيدير هادشي نهار الاول لا هذاك شي وراثي تيكون تيكون في الجينات غير ملي كيكون البرد كتزاد الالام كتزاد الالام ما تعطيو نصائح للوالدين باش يحتاطوا باش على اللباس ديال وليداتهم وباش باش يكونوا ديما لابسين اكثر من الدراري الاخرين اللي ما عندهمش روماتيزم واخا وستي غادي نرجعوا لمكالماتكم مستمعينا معنا منى من كازا نسمع السؤال ديالها منى صباح الخير صباح الخير سميه مرحبا بك منى الله يبارك فيك مرحبا تفضلي الله يبارك فيك عافاك عندي واحد الوليد عنده 4 سنين وعنده التوربيرا روماتويد داكور وعندي شي اسئله عافاك بغيت نسولك وي ما كاين مشكله لا مرحبا بارك الله فيك دكتور بغيت نعرف واش هذا المرض مزمن وعنده شي علاج حيتاش دابا تقريبا شي 10 شهور باش هو بانت فيه هاد الاعراض ديال التوربيرا ما كيقدرش يزيد في الاول ما كانش كيقدر يحط على جيلاتو حنا ما عرفناش كان صحابو كما قلتي في الاول ديال البرنامج طاح ولا دفعوا شي واحد في المدرسه سورتو كي قلنا طاح ابخي عرفنا درنا ليه زاناليز داكشي وعرفنا بان عنده البيربيرا خدا الكورتيكويد شي 15 جور والحمد لله تحسنت الحاله ديالو ولكن حنا ديما عندنا داك التخوف انه غادي يرجع ليه هذاك وما غاديش يقدر يدير الرياضه وما غاديش يكون بحال الاطفال كاملين دونك دابا بغيت غنعرف واش عنده شي علاج ولا كيبقى غير المراقبه واش يقدر يدير الرياضه ويقدر حتى هو يكون في الوليدات كاملين يجري ما نكونش عندنا التخوف فهمت هذا ولا يقدر ياثر ليه على النمو ديالو هاد الوليد هذا عنده بيبراماتويد هو بيبراماتويد ما تحتاجش ماشي هو روماتيزم هذا نوع اخر من امراض المفاصل اللي هي كتعطي من غير الالم المفاصل كتعطي كيف قلتي الوجع في الكرش كتعطي ديك البيربيغ اللي تيخرج في 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 الرجلين وكورتيكويد اللي خدا مزيان عمل لاباس تيمكن هاد المرض تيغيب ويعاود يرجع نتي واخا يرجع ما تخافيش شنو المراقبه اللي كتكون هو انه تنديروا تحليه ديال الكلاوي كل 3 شهور ولا كل 6 شهور جيتي عند الطبيب تيعمل لك تحليه ديال الكلاوي باش الكلاوي ما يتقاسوش لان هاد النوع ديال المرض تيقيس العروق لي فيسو ديال الدات ماشي مشكل ديال الرجلين ديال اليدين اي ما خصش لي فيسو ديال الكلاوي يتقاسوا واخا يتقاسوا كاين العلاج هو مرض ماشي زعما صعيب تيمكن يلعب الرياضه يعمل جميع الانشطه ديالو بلا حتى شي مشكل غير بالحق تيخص المراقبه كل 3 شهور ولا كل 6 شهور يجي دائما عند الطبيب الاختصاصي في الاطفال ويجيب معاه تحليه ديال الكلاوي ديال البوله وديال وديال, وديال ديال اليوري لا كرياتينيمي ولا بروتينور دي 24 باش نشوفوا واش ما كاينش الملح في الكلاوي ولا كانت ساعات كل حاجه عندها العلاج ديالها وما عندكش من تخافي نهائيا واخا دكتور بارك الله فيك حيت هاد دو جوغ هذا تنشتع على رجلاته بزاف وصبح اليوم عاوتاني حمرين ليه من التحت وما كيقدرش يحفظ عليهم كيفاش قلت زعما غادي يكون ديما ما يقدرش لا لا لا, لا 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 ما تخافيش مدام سميه تعطيك دابا الادريسه ديال العنوان وكاين واحد العلاج خاص ما تيكونوا غير المفاصل تيضروا في هاد النطاق هاد البيبراماتويد كاين دواء واحد اخر ولكن كل حاجه عندها العلاج ديالها ما عندكش من تخوفي نهائيا شكرا بزاف البروفيسور لهلا يشكرك عليك بليزير لالا على البرنامج لا فرح احنا معاكم واي حاجه كتهمكم احنا تلقاونا غادي كنزربوا باش نجيبوا لكم الاخبار وحتى الكفاءات تبارك الله استاذه ميكور غنيه عن التعريف راه معروفه ومشهوره وصل عندي لها حضورها معنا تبارك الله تحيه كبيره لك استاذه شكرا مدام سميه طيب احنا مع المستمعين طمنوهم دائما اي حاجه احتاجيتو بغيتوا تعرفوا معلومات عليها بغيتوا تعاودوا تطرحوا اسئله وليداتكم كيعانوا هاد الموضوع وباقيين شاكين باقي ما درتوش التشخيص غادي نمشيو بسرعه لمراكش وستي غادي نسمعوا السؤال ديال سي محمد السلام عليكم السلام ورحمه الله لا سمي الله ينورك مرحبا بك سيدي مرحبا ربي يخليك مرحبا سي محمد تفضل طيب بغيت نسقسي الدكتور الله يجازيك بخير انا عندي الم في الرجل ديالي تينور عليها من الشتوى اذا كان الحال بارد والصيف تكون يعني مشيت عند اخصائي في الروماتيزم قال لي هذاك سيدي هذاك راه بزلو عطاني العيد عطاني الدواء الساعة ما قدا لي والو دابا ثاني إلى برد الحال تعاود ثاني تنزع عليا هاد الرجل الله يجازيك بخير بغيت نسول الدكتورة واش كاين شي سبب واش العلاج ولا ما
هذا كبير ماشي الطفل الصغير سي محمد نديروا ليه خاطرو ماشي مشكل سي محمد هذه الفقره ديال الوليدات واخا لا شوفي يلاه ماشي مشكل دابا على حساسيه في الدراري الصغار ماشي في الكبار ولكن يمكن تكون بوجلوم ستادير اون يغني ديسكال وغالبا الطبيب دابا اللي مشيتي عنده خصو يطلب لك سكانير ديال الظهر باش تعرف واش عندك شي لي فيرتيبر كيحزن من بلاصتهم ولا كان هكا كاين العلاج وكاين ومعلوم هو عندك الحق ملي كيجي البرد تيجي هذاك الالم ولكن من الاحسن ترجع للطبيب الروماتيزم ديالك وتذكر معاه على السكانير ديال الظهر باش يبين شنو هو واش الاغني ديسكال كاينه ولا ما كايناش. شكرا لك سي محمد الله يجيب الشفاء خويا شكرا لك بارك الله فيك نهارك مبروك شكرا جزيلا. استاذ تيميكو معنا سؤال كذلك عبر الواتساب سؤال الله يخليك استاذه ولدي عمره 12 سنه كيعاني من الم في الركبه اليمنيه بزاف تيلعب وتيتمشى بزاف وديما تيتشكى مع العلم انه مع توأم مع الاخ ديالو ولكن انا هاد الوليد ديما تيمرض ليا هل من علاقه خصوصا هذا ثاني سؤال على القضيه ديال الوليدات التوأم يعني مش ملي كتكون فكره ديال الوليده التوأم تيكون واحد صحته على قدو سي بوسيبل واحد تيكون فيه ديك المرض واحد الاخر ما تيكونش فيه دابا الحمد لله الوليد الاخر ما فيه شيء هي هذا اللي ركبته كضرو ما خصهاش تعطل عليه بلي يعني يقدر واحد يقدر يتصب به ولا علاقه الاخر لا ممكن ولكن تكون ديما حذره الا شي مره الاخر تشكى بشي حاجه تقول مع راسها يمكن حتى هو تقاس ولكن هذا دابا اللي عنده ركبه كضرو ما تعطلش به واخا انا غادي نسترجع المكالمات ديال المستمعه اللي تواصلت معنا من المانيا وقالت لك من الامور اللي كطلبها بها بنتها المساج او التدليك عاده في العلاج الاولي ديال الالم والحرق الركبه تيقول لها ماما عافاك الماء دلكي ليا ماما ديري لي زويته دافيه ماما عافاك كلمي لي الالم وكتبقى الام غاده في هذا المسار واحد المده لانه كيتحسن الوليد واش مزيان ما مزيانش مدى الخطوره ديال هذا الشيء بزاف ديال الامهات يقولوا لنا هاد الحاجات يقول لك تندلكلو رجليه ولا تنعملو شويه زيت البلديه ولا شي جيل دو انتي انفلاماتوار فولتاريل شي حاجه ما تيبقاش الالم ولكن هذا ماشي علاج هذا يلاه تيهدم الالم وصافي اذا ما خصناش نتكلو على هاد المساج خصنا نديرو تحليلات ونديرو راديوات ونديرو ونبداو العلاج ديالنا باش ما نحتاجو لا مساج ولا فادي ولا راه رساله باش نختمو بهاد الفقره هادي استاذ ميكو لكل او للامور يسمعوا معنا ولوليداتهم كيعطيو هاد العلامات ديال كنتشكا حريق الم تفيقك من النعاس شنو تقدر تقول لهم باش نديرو الحمد لله تشخيص بكري ونعتقو هاد الوليد لان قلتي العلاج كاين العلاج الامل كاين الحمد لله تفضلي ما يتعطلوش خصهم يبادروا يجيو يشوفوا الطبيب باش يشخصوا المرض ويديروا نديروا تحليلات مركزه والاشعه المركزه ونعرفوا شنو النوع كيف قلت قبيله كاين اربعه الانواع على الاقل نعرفوا النوع اللي كاين ونشوفوا العلاج اللي خاص به وما نسينوش تيوقعوا التعقيدات وخيمه كذا عليها الاعاقه راه واحد المشكل كبير كاين عقات اللي كتجي من بعد روماتيزم اللي ما تيهتموش به الاباء تيقاس بزاف المفاصل تيولي يمشي خصك تشد فيه باش يمكن له يمشي ما تيبقاش يمشي للدراسه ديالو تيتعقد في نفسه لان الدراري الاخرين تيمشيو تيلعبوا هو لا دونك لا بد خصنا ناخذوا بعين الاعتبار هذا الالم المفاصل وما نقولوش راه الشيء كيف والو دابا يدوز او هذا الالم عنده علاقه بالنمو لا 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 ما عندوش علاقه بالنمو عنده علاقه بالالتهاب وكل حاجه كدواء وكنتمنى باش يكون تجاوب ما بين الوالدين وما بين الاختصاصيين مشكوره استاذ ميكو على حضورك معنا شرفتيني ونورتيني لهلا خدك شكرا جزيلا لكل هالكم المعلومات اللي قدمنا للمستمعين ديالنا اولى فقرتنا فقره امومه